صباح الخير زملائي في الاستوديو، وتحيه طيبه الى كل من يشاهد شاشه قناه العراقيه. مشاهدينا الكرام، في اطار يعني الجهد الحكومي الذي ينصب في تخفيف زخم المروري الحاصل في شوارع العاصمه بغداد، فهناك الكثير من الجهد الهندسي يعني من قبل عمليات بغداد ومن قبل مديريه المرور العامه ومن قبل امانه بغداد وايضا الاخوان في الحشد الشعبي لفتح الكثير من الطرق واستحداث طرق جديده لتخفيف الزخم الحاصل في شوارع العاصمه بغداد. اليوم صباح هذا اليوم تم افتتاح طريق جديد في منطقة أو في داخل جسر تحت جسر معسكر الرشيد لتخفيف الزخم المروري الحاصل في هذا التقاطع يعني ذهابا وإيابا مدينة الزعفرانية. بداية سنتحدث مع أبا علي القيادي في الحشد الشعبي وجهودهم في هذه المبادرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك إن شاء الله. اليوم ممكن تحدثنا جهودكم في يعني افتتاح هذا الطريق الجديد لتخفيف الزخم المروري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تنفيذا لتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة بضرورة فك الاختناقات بالطرقات، وهو نفسه سياده القائد العام للقوات المسلحه قام برفع الكتل الكونكريتيه من على المنطقه الخضراء وفتح الجسر. احنا كذلك بالتعاون مع كل الاجهزه الامنيه طبعا، عمليات بغداد وامانه بغداد وكذلك محافظه بغداد، المجالس المحليه، الاهالي بمنطقه الزعفرانيه، قمنا بفتح اكثر من ممر لتسهيل مرور الناس في تقاطع الزعفرانيه ذهابا وايابا. كذلك الان عندنا فكره ان شاء الله ندخل في داخل معسكر رشيد ونربط منطقه الزعفرانيه بالسريع حتى نخفف على الناس وخاصه في اوقات الذروه. يمكن اغلب الناس تعرف انه مهمه الحج الشعبي هي فقط القتال والدفاع عن يعني ارض الوطن، لكن اليوم هي لديهم مهمات انسانيه، مهمات خدميه بالتعاون مع الكثير من الجهات الامنيه في الحكومه العراقيه. بالتاكيد هو الحج الشعبي حقيقه ملك الشعب، الشعب وين يحتاج هو يروح. الان الناس في الزعفرانيه نادونا عشائرهم، مجالسهم المحليه طلبوا من عندنا تدخل لمساعدتهم وانقاذهم من هذا الكابوس. احنا مستجابين مثل ما استجابنا لفتوى المرجع وذهبنا الى الجبهات، لا زالت الفتوى مستمره ولا زال الحج الشعبي مستمر في العطاء ان شاء الله تعالى. والحج ابو مهدي الله يحفظه نفسه قائد الحشد هو اللي مشرف على هذا العمل وهو الداعم له، وهو انه نستغل كل طاقاتنا من اجل العراق بالسلم والحرب. مبارك جهودكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. عميد عمار صباح الخير. صباح الخيرات عليكم. انت يمكن صاحب هذه الفكره في افتتاح هذا الطريق تحت جسر معسكر رشيد لتخفيف الزخم المروري، تحدثنا عن هذه الفكره عميد عمار. ولو بدقيقه اذا تسمحوا لي، طبعا هي الفكره العراقيه لها دور طبعا، هو من خلال برنامج العراقيه. هاي واحد، صباح الخير على ابو ذر وعلى هان. احنا مو تفاجئت، انا سعيد جدا هنا وهذه الفكره تنفذت. شنو؟ لو كان الروتين موجود ثلاثه اشهر او اربعه اشهر يلا تنفذ. لكن الاخ العميد احمد مناب رصافه توجه مع الاخ ابو عيسى رئيس مجلس بلدي على الحاج ابو علي الكوفي. اعلنوا استعدادهم، يعني حكونا حكايه خجلونا قالوا احنا شلون عندكم؟ هذا فد كلام كبير جدا. تفاجئنا ايضا الاخ المهندس طه، ما ادري المهندس طه اذا موجود في اداره المشاريع الطرق. قال احنا حاضرين وياكم، اختزلنا روتين يعني ب 10 ايام 12 يوم ليل مع النهار، الحشد الشعبي الجود الهندسي يشتغل زين، ويجون امانه بغداد يكسون استاذ سمير بلديه الكراده. فاجئونا حقيقه، تفاجئت. انا سعيد مو انه الفكره تنفذت، لا والله انا سعيد انه هاي المبادره اللي ارجو تكون بادره خير لمبادرات اخرى. ولذلك انا اوجه ندائي من الان سيد قائد عمليات بغداد، عندنا اليوم طلعوا الاخوان ناشدونه صدر القناه قرب المدرسه العسكريه، هذا يخفف الكثير الكثير من الزخم. والحشد الشعبي اعلنوا استعداده، اي مكان نريد نفتح جهد الهندسي موجود. اثنين، جسر دياله الجديد والزخم الصباحي يوميه جنوب بغداد، مدخل جنوب بغداد طرحنا قبل جسر الكرغوليه اعاده تاهيله، الطرق والجسور رفعتها الى محافظه بغداد، حاليا في محافظه بغداد الموضوع موجود. ايضا الحشد اعلنوا استدعاء من لحاميه، من فنيه، من حادلات، من كس، اي شيء يحتاجون. اذا احنا يجب ان نستغل الحاجة ابو علي، يعني احنا غير متواصل عميد عمار لخدمه المواطن بالتالي. يجب ان نستغل هذه الجهود، انا ما اسوي لبيتي ولا ابو علي يسوي لبيته، لا اسوي للناس. حدثينا بس الطريق منين يجي، شلون اليه الدخول والخروج على الطريق؟ طبعا هي انتم ايضا فاتحه خير اليوم، لان احنا هذه الفكره كانت انه شنو؟ انه بدل ما يجي للتقاطع هذا راح يستهلك وقت كثير، يؤدي الى زخم السير قادم من بغداد جهه نزولا على التقاطع ومن الدوره باتجاه التقاطع. نختزل هذا الوقت، نلغي التقاطعات، السير القادم للزعفراني يجي من اسفل الجسر
ويرجع بدون ما يتقاطع مع المركبات الموجودة. إذا يصير مجال أكبر لسحب حركة السير من بغداد الجديدة من الدورة والزعفران يروحون. لكن الشيء اللي يفرحني هسه إنه الحاج أبو علي والأستاذ أبو عيسى رئيس المجلس حصلوا موافقة، يعني راح يجي من المسبح طريق الزيوت انفتحناه راح يطلع إلى الأمام، حصلنا موافقة أوقات الذروة ينفتح مباشرة. وين هذا المقترح اللي إحنا رفعناه؟ راح يرتبط من شارع المسبح اللي يريد يتوجه للزعفرانية مباشرة، ماكو أي تقاطع، راح يجي الباب يفتحوها يدخل مع هذا الطريق يتوجه للزعفرانية في أوقات الذروة، أمشي أوقات الذروة عدله. فهذه الجهود اللي يسعدني بها، أنا سعيد جدا، ما أريد يقول المقترح حميد عمار، بالعكس الفكرة نفذت، هذه بادرة خير لأفكار أخرى. إحنا أكيد شرطة راح نكون طماعين وهذا الشيء بالجهود كلها طبعا، الهدف منه خدمة الناس لأنه الطرق كثيرة والروتين قاتل جدا. بارك الله بكم. أهلا وسهلا بكم جناب الشيخ. صباح الخير. صباح الخير أغاتي. أهلا وسهلا. تباركون هذه الخطوة في افتتاح هذا الطريق، يعني خفف الكثير من الزحام خصوصا في أوقات الذروة وأوقات الدوام الصباحي والظهر. حقيقة إحنا نشكر جميع الجهود بدون استثناء، لكن أصحاب الفضل الأول مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، ويعني وصل لنا الفكرة مباشر يعني يوميا على التواصل الاجتماعي. الحقيقة جهود الحشد الشعبي مستثنات، يعني جهود الحشد الشعبي ما تنوصف، خدمة أهل الزعفرانية الذين ضحوا وطوا شهداء، عميد عمار، المرور، الدائرة البلدية، كل الناس اللي وقفوا ويانا احنا نشكرهم ونعجز شلون نوصفهم. لكن احنا عندنا طمع وعندنا بعد طموح اكبر. هذا الشارع احنا نطمح ان شاء الله من وصول قائد عمليات بغداد هسه انه احنا نريد نفتحه مباشره. عندنا بعد انه هاي السيطره مال الزيوت اصلا ما لها اي داعي، هاي مجرد تسوي ارباك بدخول وخروج اهالي الزعفرانيه. الزعفرانيه بوابه لبغداد، بوابه لاربع محافظات، تعرف انت بصره، ماره، ناصريه، كود، هاي كلها تدخل من الزعفرانيه. بالاضافه انه احنا عندنا مستشفى، عندنا جامعات، عندنا كليات، عندنا معاهد بالزعفرانيه. يعني جناب الشيخ تسبب زخامات مروريه عاليه هاي. عندنا معامل وشركات تنتج. هذا اليوم مثل ما تفضل عميد عمار هسه قبل شوي انه وقت الذروه انت شايفه شلون يصير. يعني احنا هاي سيطره الرفع، هذا شارع انفتح، عندنا شارع طريق اخر احنا ان شاء الله دنس عليه وهسه راح نطلع له ان شاء الله بجهود الاخ الاستاذ احمد عقله وجهود الخيرين الموجودين هم راح ينفتح. احنا راح يصير عده مداخل وعده مخارج لاهل الزعفرانيه، نطمح الكثير وعندنا طمع بالاخ ابو علي ان شاء الله جهوده وابطال الحشد ان شاء الله هم مستمرين ويانا ونشكر الجميع. العراقيه دائما ياكم ساندكم بهذا الموضوع ان شاء الله. العراقيه هي اصحاب الفكره مثل ما تفضل استاذ عمار، ووقفوا وقفه مشرفه، ومن بدا المشروع ولحد الان هم واقفين معانا. نشكر جهود الجميع والله يوفق الجميع. صباح الخير. اهلا بك. حضرتك رئيس المجلس البلدي؟ نعم. بس تعرفوا جنابك؟ احمد عقله العبادي رئيس المجلس البلدي بقاطع الكراده الزعفرانيه. اليوم انتم جهودكم مشكوره بالتعاون جميع الحشد الشعبيه وايضا العشائر الموجوده في منطقه الزعفرانيه، افتتحتوا هذا الطريق، اكو طرق اخرى تفتح بالقريب القادم ان شاء الله؟ نعم، بدايه طبعا هذا الجهد بتنسيق بالمجلس البلدي، الاخوه بالجهد الهندسي، الهيئه العشائر، المرور، الاجهزه الامنيه، عمليات بغداد، الدائره البلديه، دائره مشاريع امانه بغداد. هذا واحد من الطرق. عندنا طريق اليوم الاخوه الجهد الهندسي الخمسه صباحا، يعني اكرر بالخمسه صباحا بدوا به طريق المخابرات، هذا اللي يربط الزعفرانيه من تقاطع مستشفى الرشيد العسكري يربطها بالقناه وبجسر محمد القاسم السريع اللي يربط مناطق باب الشرجي والنهضه. يعني اللي جاي من جهه الزعفرانيه بالتقاطع يقدر يسلك هذا الطريق. طلبي من الاخ المهندس طه مدير دائره مشاريع بمقاطع مستهلكه جدا، هاي يجب ان تكسر. فتحنا قبل ايام ايضا بجهد، اليوم بلشنا به اذا بقوه الله دائرة المشاريع زودتنا بالاسفلت والتبليط بتخطيط. يعني دعوة الى كل الجهات المعنية حتى يتعاونون في فتح هذا الطريق. نعم، هذا طبعا هذا اهم طريق اليوم اللي اشتغلنا، اهم طريق لاهالي الزعفرانية. ليش؟ لان اللي يريد يطلع على باب الشرجي على مناطق بغداد الجديدة جميعا هذا يسلك هذا الطريق. قبل ايام ايضا الجهد الهندسي بوجود الاخ العميد عمار طبعا مشكور، الحاج الكوفي مشكورين، فتحنا طريق هذا من بعد السيطره، طريق الحارثيه. نامل من اخواننا الفوج الموجود اللي هم صايرين متوسط الطريق
ايضا ان يزيحون فد 50 متر او يشوفوا لهم مكان حتى ينفتح هذا. نعم احنا منتظرين ان شاء الله جيته حتى نطرق هاي الامور. شكرا لك. شكرا حبيبي. نعم مشاهدي الكرام وزملائي في الاستوديو، مثل ما شفتوا واستمعتوا الى حديث السادة الافاضل في الجهود المتواصلة لافتتاح العديد من الطرق، يعني هذا الطريق سيفتح بعد يعني دقائق ان شاء الله، بعد ان تخلص مراسيم تنتهي مراسيم افتتاح هذا الطريق سيفتح امام المواطنين ويخفف الكثير من الزحم المروري، وكذلك طريق ايضا في منتصف طريق معسكر رشيد يعني القادم من جهة الزعفرانية ياخذ السايد الايمن ويذهب بهذا الاتجاه طريق القناة وطريق باب الشرجي، وستفتح كثير من الطرق ان شاء الله بتعاون الجميع خدمة للمواطن العراقي وخدمة للمواطن البغدادي، وكذلك الاعلام هو داعم لهذه الحملات وهو يسلط الضوء عليها بشكل مباشر ومساهم بشكل اساس، وكذلك قناة العراقية بما تنقله يعني من هذه الفعاليات التي تسهم وتصب في مصلحة المواطن. نعم زملائي في الاستوديو هذه عودة لكم.